السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم غنوجد معكم واحد الحلوه غاليطه سهله ومهله كما كيقولوا واقتصاديه. عندنا هنا جوج بيضات حيدت منهم الصفر، هو هذا خليته باش ندهن به الوجه ديال الحلوه. عندنا هنا كويس صغير، قول نص كاس ديال العنبه درتو في هذا الكاس الصغير ديال الحليب، وهنا راه كاس عنبه عبرتو درتو هنا كاس عنبه ديال سنيده وكاس عنبه ديال الزيت وجوج خمارات ديال 8 غرام وفاني وقشره د الليمون التنسيم والدقيق حسب الخليط. دابا غادي نخويو كلشي وغادي نخلطوه. نخلطو الحليب والسكر والزيت والفاني والقشرة ديال الليمونة حلوة، واللي عندو تا الحامض يدير الحامض، باش كتعطي في هاديك كتحيد ريحة البيض وكتعطي ديك ريحة زوينة ديال الليمون. دابا غنخلطو هادشي كامل نخلطوه مزيان بعد ما خلطناه غادي نبداو نزيدو الدقيق. الدقيق يكون مزيان، المهم على حساب الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي داكشي، علاش ما بغيتش نقول لكم شحال كتهز ديال الدقيق، راه كيختلف الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. كنزيدو مع الدقيق جوج خمارات بسم الله، كنبداو نخدمو هادشي. كتجي خفيفة وزوينة ودوازاتاي وساهلة توجديها في آخر لحظة توجديها، كتاخدش لك الوقت بزاف، وعجينتها خاصها تكون كتلصق. صافي كتمشيو معايا بحال هكا. زيدوا شويه ديال الدقيق، زيدو غير بشويه بشويه باش ما تقصحش لينا عاوتاني تجينا تكثري فيها الدقيق تولي تجيك مدقصه، خاصها تكون عجينتها خفيفه. صافي بحال هكا خاصها تكون تلصق على لين، تحيديها من لين حتى تلصق عليها. صافي هذا هو الشكل اللي بغينا حنا فيها. صافي غنخليها واحد شويه ومن بعد نتلاقاو. دابا بعد ما وجدنا اللاطه وجدنا شويه الزيت باش نديرو فيها يدينا بحال هكا، غناخدو العجين ديالنا بحال هكا وغادي نبداو نكورو على هاد الطريقه بحال هكا بحال هكا، ونزيدو نوركو فيها شويه بحال هاد الشكل ونحطوها هنايا. ما تعاوداني ماشي تكبروهم بزاف، ما تصغروهمش، نزيد فيها شويه بحال هاد الشكل هكا قد هاد القياس وكتبعدوه
يقدروا يتلاقاو عاود يخمروا، حيت فيهم جوج خمارات. ايوا اللي بغى يصايب طبي سيلوي، حط حليوه مع كويس ديال اتاي او قهيوه. اقتصاديه ماشي، ما فيهاش شي جوج بيضات، راه ماشي بزاف، ماشي شي مقادير اللي كثيره. هي هذه حليوه ديال الدراوش صافي، وكنبعدوهم بحال هكا. البركة تعطيه تبارك الله، ماشي فيها البركة. دهنوا عيد شوية الزيت في يديكم، شي بزاف شوية الزيت باش ما يلصقوش لكم، حيت هي كتلصق. انا راه كندير غير قطيرة في الراس ديال الصبع ديالي عاد كنخدم. فاش غنساليو ان شاء الله من بعد نتلاقى. دابا بعد ما استفنا الحلوه ديالنا كلها روليتها كامله وحطيتها، دابا غادي ندير. درت هنايا صفر تاع البيض ومعاه جوج معالق ديال الحليب، خلطتهم وطربتهم مزيان. دابا غادي ندهنها، غادي ندهنوها كامله بحال هكا، تمشيو معاها كامله دهنوها. عاوتاني ملي تخوى هذيك كنزيدوه، كنمسحو شويه وعاد نبداو كله والذوق ديالو. انا ما كيبغيوش ليا الجنجلان ما درتوش صافي. كنمشيو بحال هكا معاها صافي، بعد ما ندخلوها للفران نتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكاليط، وكتجي زوينه ورطبه ودواز اتاي، كتجي رطبه وسهله وفي نفس الوقت مقرمله. درت هاد الشكيل كبار ودرت هاد الشكيل في الوسط اللي هما صغيورين، والمهم الواحد باش يدوز كويس ديال اتاي، وجا فيهم المذاق زوين ديال الليمون ومع الحليب. وكنتمنى ديروهم ولوليداتكم، وشاركوا في القناه وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، وما تبخلوش علينا باللايك. والله يجازيكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.